تحكي لنا شوي عن الفعالية اللي نحن فيها هلأ. الفعالية البيضة دماء الياسمين، الفعالية انطلقت أفكارها من ثوار طبعا وشباب الثوري اللي هن مجلس العام لقيادة الثورة بالمدينة، المحامين الأحرار، ومجلس مدينة حلب كان مشترك معنا، يعني 3 تجمعات اتفقوا. طبعا المجزرة ما بصير تمر مرور الكرام، يعني مجزرة رهيبة وكرر للمرة الثانية كانت. فكانت انه الخصوصيه للبيضه، تم عرض مجازر ثانيه بنفس المعرض. فعاليات المعرض كانت صور فوتو للمجازر وتضامن مع قريه البيضه، اطفال قريه البيضه، صور مروعه طبعا جميع الصور. الدماء تسفك بلا اي ذنب، يعني اطفال لا ذنب لهم الا انهم كانوا موجودين في القرية، إنهم كانوا وقف آباؤهم أو أحد من أقاربهم ضد النظام المجرم. من يستذبح على مرأة العالم ولا أحد يجيب ولا أحد يتضامن معها. يعني وصلنا بحالة من الجمود إلى درجة لا تحتمل. فتنادى الأحرار والثوار لوقفة تضامنية مع أهالي أهالي بنياس، أهلنا في بنياس طبعا. في شعارات كثير رفعت، هذه الشعار رفع في بني سراقب، فأثرنا أن يعلم العالم أن كل التراب السوري متضامن معه جميعا. قرية البيضة تحت النار، ريف بنياس، طفلة قبل أن تقتل، هذه من ضمن الأطفال التي قتلت، طفلة وهي على قيد الحياة، صور الأطفال ذبحوا قتلوا. يا رب يا رب، ما لنا غيرك يا الله، هذا الجزار الذي قتلك.